بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ديكو اربع فرخات جايين من حباحب طوال شوي بس حلوين ومرتبين ما شاء الله تبارك الرحمن. لسه مع بعضه جاهزين على البيض ان شاء الله. هذه واحدة جاهزة، دي ثانية، هذه اللي يبغى لهم شوي حتى اكلهم يعني اما تفتح لهم جهزة ما شاء الله تبارك الرحمن. وعندي ثلاث حبات بعد هذيلا بدون فحلهم ما شاء الله تبارك الرحمن.